الله الرحمن الرحيم وبه نبتدي ونستعين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. عمر حسن جامع عبد الرازق المستوى الخامس قناة معلومات. حنتناول إن شاء الله التنظيم في قواعد البيانات وتقنياتها وخوارزميتها واستكشاف المعلومات المخبأة فيها. What is the data mining؟ ده نموذج تعريفي بالداتا مايننج. الداتا مايننج هي بحث داخل مستودع كبير جدا من البيانات لاكتشاف المعرفة المخبأة بهذا المستودع، أو بفهم آخر هي عملية تحليل كميات كبيرة جدا من البيانات الموجودة في قاعدة البيانات لاكتشاف علاقات وقواعد ذات معنى بين المتغيرات. طيب السؤال اللي بيفرض نفسه، لماذا التنغيب في قواعد البيانات؟ نجد انه التنغيب في قواعد البيانات بيهدف له لاستخلاص المعلومات المخبأة في قاعدة البيانات. ونجد انه بعد ظهرت التكنولوجيا الحديثة فرضت نفسها بقوة، وهي تكنولوجيا المعلومات، ظهرت ليش انه التنغيب في قواعد البيانات. ايضا نجد ان التقنية بتوفر له المؤسسات واجهزة الامن في جميع المجالات قدرة كبيرة جدا على الاستكشاف والتركيز على أهم المعلومات في قاعدة البيانات. وأيضاً نجد أن تقنيات التنظيم تتيح التنبؤات المستقبلية واستكشاف السلوك والاتجاهات. ونجد أن تقنيات التنظيم بتجيب لي على كثير من الأسئلة الصعبة والمستحيل الإجابة عليها، وذلك باستخدام تقنيات الإحصاء الكلاسيكية. التقنيات الحديثة للتنظيم في قواعد البيانات، بنستخدم خوارزميات معينة للتنظيم في قواعد البيانات، وهي شجرة القرار والشبكات العصبية واستغراء القاعدة. أول حاجة هنتكلم عن شجرة القرار. قلنا شجرة القرار كتعريف لها هي نموذج استكشافي بيصر لها على شكل شجرة، وبما أنها تصر لها على شكل شجرة، وأي شجرة بتكون متكونة عليه من فروع وأوراق. طيب الفروع الأوراق دي بتكون ممثلة عليه هنا في شجرة القرار. الأفرع بتكون عبارة عن أسئلة تصنيفية، والعقد بتكون جزء من قاعدة البيانات. طيب نشوف مثال تطبيقي لها. مثلا عايزين نعرف إنه الجرائم المرتكبة مثلا في مدينة الخرطوم مثلا عام 2010، عشان نصل لحاجة معينة احنا زي ما قلنا تنقيب، نصل للهدف الرئيسي يعني من القتل ده شنو، الدوافع بتاعت القتل شنو. فنحن بنجيب من قاعدة البيانات، طبعا بتكون على شكل جزء من قاعدة البيانات وسؤال. طيب الجزء من قاعدة البيانات حجيب إجمالي حوادث القتل التي وقعت، اللي هو مثلا في عام 2010 وكانت 100 جريمة قتل. طيب احنا هنا في الأفرع قلنا بنزيل أسئلة. طيب السؤال شنو؟ جريمة القتل عمدا العددية بتاعتها كم من المية؟ فالعددية بتاعتها مثلا كان القتل الخطأ 40%، وحوادث القتل العمد كانت 60%. أنا دائما باخذ النسبة الكبيرة في السؤال، بعد ما أطرح السؤال باخذ النسبة الكبيرة في السؤال. طيب قال لك حوادث القتل العمد كانت 60%، بالتالي في أكبر من حوادث القتل الخطأ. السؤال اللي بيطرح لي نفسه هنا، عمر القاتل هل هو أكبر من 30؟ إذا كان أكبر من 30 نجد أن الذين ارتكبوا حوادث في عمر أقل من 30 هم 20، والذين ارتكبوا جرائم أكبر من 30 هم 40 نفر، فبالتالي أنا بأخذ شنو؟ النسبة الأكبر. طيب السؤال اللي بيفرض لي نفسه هنا في الحتة دي، هل الدافع كان هو السرقة؟ يلا الذين كان دافعهم السرقة 30 شخص وغير ذلك 10 أشخاص، طبعا أكيد بناخد شنو؟ 30 شخص. وهنا توصلنا لمعلومة مهمة جدا في نهاية الشجرة، إنه جرائم القتل كانت نسبة كبيرة منها دوافع شنو؟ الشجرة الغناية القتل. فبالتالي احنا لو استخدمنا قاعدة البيانات كاستعلامات عادية ما بنصل لهذه النتيجة، لكن خوارزمية التنغيب بتتيح لي انه اصل لنتائج مخبأة داخل قاعدة البيانات. طيب استخدامات شجرة القرار في التنبؤ، ممكن ايضا نستخدم شنو شجرة القرار في التنبؤ
مع بالإضافة للاستكشاف وتحضير البيانات العمليات الإحصائية. لكن أهم شيء عند بناء شجرة القرار، أنا لما أجي أبني شجرة القرار لا بد إن أقدر أنا أطبقها بعدين في الواقع العملي، أي في البيئة اللي أنا بشتغل فيها. دي حاجة مهمة جدا. والقاعدة الأساسية جدا في شجرة القرار هي إنه لما تجي تطرح سؤالك في الفرع لا بد أن يكون أفضل سؤال. والسؤال ده بوديه لشنو؟ لتقسيم قاعدة البيانات لقسمين. دي حاجات مهمة جدا جدا في شجرة القرار اللي هي السؤال. طيب شجرة القرار قلنا لها صلة بالتجزئة العنقودية. هنشوف الفرق بين شجرة القرار والتجزئة العنقودية شنو. قلنا تهدف تغنية شجرة القرار إلى تقسيم قاعدة البيانات بهدف معين، زي ما وضحنا في شجرة القرار هناك إنه شجرة القرار بتقسيم لي قاعدة البيانات لقسمين اللي هي بإجابات لا وبإجابات شنو؟ نعم. ونجد إنه الأفر في شجرة القرار بتماثل لي العناصر في التجزئة العنقودية هناك. نجد أن الأفرع بتكون مسلسلة تسلسل، هناك العناصر كل عنصر بينضم للعناصر المشابهة له بكونوا جروب مع بعض. نجد إنه في نهاية شجرة القرار هي أكثر تعقيدا من التجزئة العنقودية، ولكن بتؤدي إلى نتائج هائلة جدا ومبسطة وفائدتها عالية المستوى. وأخونا نور الدائم حيقدم إن شاء الله الشبكات العصبية. بسم الله الرحمن الرحيم. المبارك بلال أحمد المكي، جامعة النيلين، كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات، المستوى الخامس تقنية المعلومات. إن شاء الله حتناول الشبكات العصبية. الشبكات العصبية هي واحدة من التقنيات المستخدمة في التنقيب عن البيانات في أواعد البيانات المختلفة، أي من الداتا وير هاوس، وتعتبر الشبكات العصبية وشجرة القرار من أهم التقنيات المستخدمة في التنقيب عن البيانات. والسبب في ذلك نسبة للنتائج الدقيقة اللي بتدينا لها عندما نستخدم شجرة القرار والشبكات العصبية. الآلية بتاعت عمل الخوارزمية هي تشبه في شكلها التركيبة بتاع المخ بتاع الإنسان، ولا زال العلماء يعني بيبحثوا حتى يلموا بكل تفاصيل العمل بتاع مخ الإنسان. ده مثال لشكل الشبكة العصبية، مثال تقريبي. بتتكون من مجموعة من الرغد، مجموعة طبعا هائلة جدا من الرغد، وفي بيناتها تكون روابط. الآلية بتاعتها زي ما ذكرنا انها تتكون من مجموعة كبيرة من الرغد، بالإضافة بيانات في روابط وهي وصلات عصبية. عندنا مثال، الشكل التالي يوضح تركيبة شبكة عصبية بسيطة. بتتكون من عقدتين والعقدة الثالثة النتيجة. مثال عندنا، دارينا ان نشوف ما اذا كان الشخص بيقبل على ارتكاب فعل معين ام لا. مثلا عندنا شخص عمره 47 عام والدخل بتاعه اللي هي النودة الثانية 65,000 دولار. في لينك رابط بيناتهم بيدينا للنتيجة النهائية. دارينا نشوف ما اذا كان الانسان ده بيقبل على فعل شيء معين، ارتكاب فعل معين ام لا. عندنا العمر بنديه قيمة تقع بين الزيرو والواحد، كذلك الدخل قيمة تقع بين الزيرو والواحد. وفي الوصلات الرابط بيناتهم بنديهم قيم تغريبية. مثلا عندنا العمر كان 47 سنة، حنديه 47%، أي بين الزيرو والواحد. كذلك الدخل كان 65,000 دولار، حنديه 65%. عندنا القيمة التغريبية للوصلات اللي هي ممكن نسميها الأوزان. بالنسبة للعمر حنديها 7/10، بالنسبة للدخل حنديها 1/10. بعد ذلك نشوف ما إذا كان الإنسان بيقبل على فعل ارتكاب فعل معين أم لا. بنضرب
النتيجة بتاعت الدخل بتاع الإنسان بنضرب الدخل في الوزن بتاعه إضافة إلى العمر مضروب في الوزن بتاعه. النتيجة النهائية اللي بتجينا إذا كانت قريبة من الزيرو معناتها هذا الإنسان لا يقبل على ارتكاب الفعل المعين، إذا كانت قريبة للواحد معناتها يقبل على الارتكاب. عندنا هنا مثلا 47% مضروبة في 7 من 10 بلس 65% مضروبة في 1 من 10 بتدينا 39%. 39% أقرب إلى الواحد مما هي أقرب إليه للصفر، أقرب للصفر. 39 أقرب للصفر معناتها هذا الشخص لا يقبل على ارتكاب الفعل المعين. كما أن هناك عقد مخفية في الشبكات العصبية، يعني في عقد نحن ما بنشوفها، الغرض الأساسي من هذه العقد هو الاستشارية، يعني بنستشير العقدة فيما إذا كان الشيء الفلاني ده مثلا يتعامل أم لا. عندنا كمثال في الجيش الغايد بيكون عنده مجموعة من المستشارين، يستمع إلى العديد من الاستشارات من حوله، فالنتائج مثلا إذا كان في بعض الناس في بعض الاستشاريين المستشارين بيقولوا إنه يقبل على الفعل، يعني ينفذ المهمة الفلانية، إذا نفذها ونجحت العملية ديل بيكونوا بالنسبة لهم هم مغربين، وإلا يستبعدوا. ده كله ما في العقد المخفية. عندنا استغراء القاعدة بتناولوا أخونا نور الدار. بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب نور الدار يعقوب عبد الماجد، جامعة النيلات، كلية علوم الحاسوب وتقنة المعلومات، قسم تقنة المعلومات، الفرقة الخامسة. نقدم لكم السيمينار بتاع تقنية التنقيب اللي هو في مادة الضغط المائي، وأنا بتناول الجزئية بتاع استقراء القاعدة أو الرول إندكشن. التقنية بتاعة استقراء القاعدة دي من التقنيات الأساسية في التنقيب في البيانات، ويعني أكثر استخداما في استكشاف المعرفة، وهي أقرب ما يكون يعني ممكن نطلق عليها شنو التنقيب. القاعدة دي أو الرول دي بتوضح لنا الحاجة اللي بتجري في قاعدة البيانات، ومن خلالها بنقدر نتحصل لنتائج ما نتحصل لها بطرق أخرى سواء كانت تقليدية أو حديثة. القاعدة دي نحن بنستكشفها كيف؟ بنستكشفها بأننا في بيانات في قاعدة البيانات أو في الداتا وير هاوس، يعني بنعمل لها تحليل، من خلال التحليل ده بنضع قاعدة معينة. مثلا عندنا سجلات بتاع الزباين في منظمة ما، مثلا أي منظمة، بنستكشف القاعدة التالية. مثلا بنقول إذا المستهلك ده قام لنا بشراء نوع معين A، فإنه يقوم لنا بشراء النوع الثاني بي. مثلا الزول ده اشترى شاي، الزول ده ثاني يقوم بيشتري بي، معا باحتمال كم؟ 80%. يعني هو اشترى السكر باحتمال 80% انه يشتري الشاي، والثنائية دي بتحدث بإجمالي 3%. لكن دي ما قاعدة، القاعدة دي عشان تكون مكتملة وذات فائدة لابد من انه نقيمها، ونقيمها بشنو؟ بنضيف لها معلومتين إضافيتين اللي هي الصحة الأكيوراسي. الصحة دي بتحدد نسبة صحة القاعدة، يعني لما تقع يعني يقع السبب النتيجة بتقع، يعني بيقوع النتيجة في حالة وقوع السبب. والقيمة الثانية اللي هي الكوفر دي بتحدد لنا يعني التغطية بتاعت القاعدة، يعني القاعدة دي بتمثل كم من السجلات الكلية. مثلا نسبة السجلات المحققة للقاعدة إلى كافة السجلات في قاعدة البيانات. ناخذ مثال لأنه بالمثال يتضح المقال. مثلا عندنا حللنا قاعدة بيانات شراء لمنظمة ما، عندنا القاعدة دي إذا اشترى المستهلك 3 قطع من النوع الأول فإن بيشتري كامل المجموعة التي يشكل النوع الأول عنصر فيها. يعني المشتري ده اشترى لنا 3 قطع من النوع ده معناه بقوم يشتري النوع ده كله. يلا دي القيم العددية، العدد الكلي للسجلات 100 سجل بتاع قاعدة البيانات دي. 30% من السجلات دي أو 30 سجل الناس اشتروا كامل المجموعة، و40 سجل من سجلات المستهلكين اشتروا 3 قطع، واللي اشتروا
النوع الأول ثلاثة قطع من النوع الأول مشتركة من المجموعة دي العشرين سجين أو عشرين زبون. يلا دي القاعدة بتاعتنا يا هلقوا النادي، عشان تكون ذات فائدة لابد من إنه نحقق الغنتين الإضافيتين اللي هي الأكيورنسي والكوفيد. يلا الأكيورنسي قلنا بتحدد نسبة صحة القاعدة، وهي حاصل شنو؟ قسمة عدد السجلات المستهلكين الذين اشتروا ثلاثة قطع من النوع الأول واشتروا كامل المجموعة معه، بنقسم على عدد السجلات المستهلكين الذين اشتروا ثلاثة قطع من النوع الأول. في هذه الحالة الدقة أو الصحة بتساوي 20، اللي هي الناس اللي اشتروا ثلاثة قطع من النوع الأول واشتروا المجموعة كلها، مقسوم على 40 اللي هو عدد الناس اللي اشتروا ثلاثة قطع من النوع الأول، والمسألة بتجينا بالنسبة المئوية اللي هي 50% زي ما شايفين في المثال الموضح ده. الجزئية الثانية اللي هي كبر جو التغطية، التغطية دي اللي هي حاصل عدد السجلات الذين اشتروا ثلاثة قطع، يعني هي نسبية، عدد السجلات الذين اشتروا ثلاثة قطع من النوع الأول مقسوم على العدد الكل في غاية البيانات عشان نشوف بتمثل لنا كم في غاية البيانات. مثلا بالنسبة للمثال بتاعنا ده الناس اللي اشتروا ثلاثة قطع من النوع الأول هم 40 سجل أو 40 شخص، مقسوم على العدد الكل للسجلات في غاية البيانات اللي هم مين. النتيجة جاتنا 40%، معناها القاعدة دي بنسبة التغطية بتاعتها 40%. ده رسم توضيحي بشكل فين يوضح لنا المثال السابق. التدي بتمثل لنا هي 100 سجل، أي عدد السجلات الكلية. اللام بتمثل لنا عدد سجلات الناس اللي اشتروا ثلاثة قطع من النوع الأول، وكاف بتمثل لنا عدد السجلات المستهلكين اللي اشتروا كامل المجموعة. أما بدي لو لاحظنا هي تقاطع المجموعتين دي، يعني ناس اشتروا ثلاثة قطع من النوع الأول اللي هو النوع لام، واشتروا كامل المجموعة اللي هو النوع كاف. يلا نحن المشكلة الوحيدة اللي بتواجهنا في استقراء القاعدة دي إنه كيف نحدد إنه القاعدة دي مفيدة أو غير مفيدة. نحن نديك أمثلة للقواعد الغير مفيدة، مثلا تكون ما عندها فائدة عملية أو الصحة بتاعتها نادرة اللي هو القيمة الإضافية الأولى الأكيورنسي، أو التغطية بتاعتها نادرة ولا يمكن تطبيقها، مثلا يعني يكون 1% أو أقل من 1% بالنسبة لكافة السجلات، أو بتوضح لنا معلومات بديهية يعني أي زول عارفها، دي كده بتكون قاعدة غير مفيدة. بعد عمليات البحث إنه يعني اللي بيحدد لنا إنه القاعدة دي مفيدة ولا ما مفيدة هو طبيعة القضية موضوع البحث. مثلا عندنا القاعدة البسيطة واضحة بتكون مفيدة، أما القاعدة المعقدة والصعبة دي غير مفيدة، وفي الغالب القاعدة اللي بتوضح لنا علاقة فريدة دي أيضا قاعدة يعني مفيدة جدا. يلا نحن هسه ذكرنا اتكلمنا عن ثلاث تقنيات من تقنيات التنغيف في البيانات، وفي ثاني مجموعة أنا أختار يا تقنية من التنغيف يعني يا تقنية مناسبة. طبعا ما في نظرية محددة أو حاجة ثابتة كده من أعرف بها التقنية المناسبة، ده بيعتمد على الخبرة بتاعت الزول القائم بالبحث في المجال ده والتجربة الفعلية للتقنيات ومدى يعني تكون جربت التقنيات دي وعرفت مدى فعاليتها الأفضل. وايضا المفاضل يعني كون فاضل بالتقنيات الحديثه اللي هي اللي ذكرنا نحن ثلاثه منها دي او التقنيات التقليديه، المفاضله بتكون بناء على الادوات المناسبه يعني توفر الادوات المناسبه اللي ممكن نطبق بها التقنيه المعينه والخبره دي هي اللي من خلالها بنحدد الافضل. ويرجع للمبارك البلال حيث يكمل. مبارك بلال احمد مكي. التخطيط للعمليات أو لعمليات التنغيف على البيانات، يعني قبل ما نجي نكتب في البيانات دي لازم يكون عندنا تخطيط، ولازم يكون التخطيط جيد لجان النتائج بتاعتنا تكون جيدة. طيب التخطيط الجيد هيودي إلى نتائج جيدة. هناك عدد من الخطوات يعني بنتخذها للتخطيط الجيد عشان ما ننغف في البيانات. الخطوة الأولى هي تحديد المشكلة المراد البحث
فيها وإيجاد الحلول لها، نحدد المشكلة اللي نحن دائرين يعني ننقب البيانات من أجلها. الخطوة الثانية بنبني قاعدة البيانات اللي هي داتا وير هاوس فيها كمية كبيرة من قواعد البيانات. الخطوة الثالثة بنقوم بعملية الاستكشاف عن البيانات الموجودة في داتا وير هاوس. الخطوة الرابعة تحضير البيانات للتنقيب. حضرنا البيانات للتنقيب بقت جاهزة يعني. الخطوة الخامسة نبني نموذج للتنقيب، يعني نموذج يكون مناسب يعني على ضوء النموذج ده نحن دارين نصل إلى البيانات تكون زيه. مثلا عندنا في المباني قبل ما ينشأ المبنى يكون عندنا له رسم يقول إنشاء المبنى ده هيكون مثل يعني الرسم ده هو مطابق للمبنى، المبنى مطابق للرسم ده. بعد ذلك نطبق النموذج يعني نصل نستخلص البيانات وفقا لنموذج البنيناه، ثم بعد ذلك استخراج النتائج وهي أكيد بالصورة الجيدة لأن التخطيط كان جيد. عندنا المراحل بتاع التطور، استخدام تكنولوجيا المعلومات ونوعية الأسئلة التي وفرت لنا إجابتها في كل مرحلة. عندنا عبارة عن جدول فيه مرحلة التطوير في استخدام تكنولوجيا المعلومات، والصيد الثاني فيه السؤال الذي توفر إجابته تلك التكنولوجيا. مثال عندنا تجميع البيانات أو الداتا كولكشن، مثلا كم كان مجموع الجرائم في السنوات الأخيرة الخمسة مثلا، ده عبارة عن تجميع البيانات. نمرة 2 الوصول للبيانات الداتا أكسس، مثلا دارين نصل لبيانات نوعية الجرائم أو ما نوعية الجرائم التي وقعت في مدينة الخرطوم في شهر معين مثلا، مثلا في شهر مارس الماضي. عندنا كذلك مستودعات البيانات ودعم القرار. السؤال الذي تجيب عليه داتا مايننج هو ما نوعية الجرائم التي وقعت في الخرطوم في شهر معين مع المقارنة في الشهر المعين ده لكل المدن الأخرى. عندنا ثاني المرحلة بتاعت التطور هي التنقيب في قواعد البيانات. السؤال الذي تجيب عليه ماذا يمكن أن يحدث لطبيعة الجرائم المرتكبة في مدينة الخرطوم الشهر القادم مثلا مستقبليا، ولماذا السبب فيها شو؟ التطبيقات يكملها أخونا عمر حسن. طيب تطبيقات عملية في المجال الأمني والاستخباراتي نجد أيضا بيستخدم في المجال الجنائي زي ما ذكرنا قبل في فجيرة الغرار، ممكن نصنف فيها مثلا جرائم القتل والأسباب التي خلت القتل العمد وغيره. كان أيضا في مجال شرطة المرور برضه ممكن نعمل بحث عن البيانات أو تنقيب للبيانات يهدف لي مثلا كسرة الحوادث مثلا في طرق المرور السريع. في مجال الدفاع المدني برضه مثلا أسباب الحرائق في الغابات أو في مباني أو في هنا معين أسباب شنو. كذلك يمكن أيضا تستخدم لي في مجال الاستخبارات الاقتصادية والتجارية، خصوصا مثلا الأيام دي احنا بنعيش مشكلة حقيقية في السودان هنا بارتفاع الدولار، الدولار زايد نازل، هنشوف الأسباب التي أدت لارتفاعه شنو. أيضا في مجال الاستخبارات بشكل عام برضو نستخدم فيه بساعدني جدا في مجال الاستخبارات لكشف المجرمين وغيره وغيره، ولها استخدامات عامة جدا ولو لو في الوقت ذكرناها كلها. النتائج والتوصيات بيقدمها إن شاء الله أخونا نور الدين يعقوب. طبعا كل يعني عملية بحثية أو سيرش لازم يكون في نتائج وتوصيات اللي هي الزول ما قدر عملها يوصي الناس اللي بيجوا بعده عشان يواصلوا إنه يعملوا النتائج والتوصيات اللي يعمل على تخطيط وبناء قواعد البيانات بشكل استراتيجي ومناسب حيث يساعد لنا على التحليل الجيد والسليم. ده بيعزز لنا من إمكانية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية المختلفة. ننظم ونخطط عمليات التحليل والتنقيب ونعطيها دور فاعل في المؤسسات الأمنية، يعني في المؤسسات الأمنية لازم يكون في عمليات تحليل وتنقيب، ولازم نخطط وننفذ البرامج التدريبية اللازمة للتأهيل وتنمية قدرات المحللين. يعني لازم ننمي
قدرات في المجال ده في المؤسسات الأمنية والمهنية عشان تقدر المؤسسة تدي دور على أكمل وجه. أما تعزيز ولازم نعزز شنو التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأمنية المختلفة وبين سائر المؤسسات الأخرى بهدف تنسيق الجهود وتكاملها عشان نصل لمعرفة أكثر دقة وواقعية وعشان نستخدم المعرفة دي في اتخاذ القرارات وفي حل المشكلات وفي التنبؤ بما يحدث في المرات القادمة. وده مثال نوضح لكم الكلام ده بالرسم. ده مثلا الداتا وير هاوس اللي هو عبارة عن شنو؟ دي قواعد بيانات، مجموعة من قواعد بيانات بين شنو تنسيق وتعاون مربوطة مع بعض. بنقوم بعملية تحليل وتنظيف في قواعد البيانات دي، بعدك بعد ما حللنا بننتج معرفة حقيقية. المعرفة الحقيقية دي نحن بنستفيد منها في انه نضع سياسات وخطط ولوائح تنفيذية وإجراءات. ديل من يعني السياسات ديل عشان يوصل لنا لهدفنا الأساسي اللي هو مثلا على سبيل المثال الأمن. وكده بنكون الحمد لله قطينا تقنيات التنظيف ودي المراجع اللي استندنا عليها في السيمينار بتاعنا ده، وقدمناه لكم الطلاب عمر حسن جامع ومبارك الدلال احمد مكي.